السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع تطور هذه التجربة اللي كنت شغال عليها وراويتكم إياها، اللي هي تجربة Back to Eden، اللي هي ترجمتها تقريبا العودة إلى جنات عدن. الفكرة مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات، إن التربة تكون مغطية بمواد عضوية، وهذه المواد العضوية تبتدي تتحلل. طبعا الفكره في الغرب لما يطبقونها يستخدمون الود تشيبس او قطاع الخشب المفروم، لان احنا ما يتوفر عندنا الخشب بالكثره هذه، فاستعملت السعف النخل مثل ما استعملته في الموسم اللي قبله. هذه سويتها في الموسم اللي فات، والموسم اللي قبله ايضا حطيت سعف النخل. فاللي تذكر من الفيديو اللي فات، وراح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشه، ان المواد وصلت تقريبا الى هذه المستوى. فاحنا نتكلم تقريبا خلنا نقول 6 بوصة من التحلل المواد نزلت في موسم واحد. فاللي راح أسويه علشان أساعد عملية التحلل، راح أخذ أوراق مجففة عندي في الحديقة هني من الجهنميات ومن الأشجار اللي عندي حوالين البيت. فراح أخذ هذه الأوراق وراح أحط طبقة من فوق، وراح أرشها بالماء لأنها سريعة التحلل، فراح تتكدس فوق المواد وراح تبتدي تتحلل وتسرع عملية التحلل في الطبقة الفوقية، لأن في الوسط وفي الطبقة السفلة من المواد في تحلل، ولكن أبي أسرع التحلل من فوق. الشيء اللي أيضا راح أسويه، إن مع الوقت راح أخذ من بن القهوة المستخدم، وأيضا راح يطلع عندكم رابط في أعلى الشاشة عن استخدام بن القهوة في الحديقة، وراح أنثر البن في المنطقة هذه علشان أيضا يبتدي يساعد لي التحلل، لأن هذه كلها مواد كربونية فتعتبر مواد جافة، ولكن بن القهوة يعتبر مادة خضراء أي نيتروجين، فراح يسرع لي عملية التحلل ويصير في عندي تحلل. فراح أضيف الأوراق وبعدين راح أبلها بالماء. فاللي يبقى الحين اني مجرد راح أبل هذه المنطقة علشان بس الأوراق تتكدس وتبتدي تبتل والتحلل يبتدي ينشط مرة ثانية، بالذات في الطبقة الفوقية، والأوراق راح إن شاء الله تتحلل بشكل سريع، وإن شاء الله راح نتابع تطور هذه المنطقة بعد كذا موسم. إن شاء الله راح نشوف التربة نفسها إيش صار فيها من تطور من هذه المواد اللي قاعدة تتحلل وتكون لي طبقة من الكومبوست اللي قاعدة تصير فوق التربة. فراح نتقارن في النهاية بين التربة اللي طورناها بهذا الشكل البطيء والتربة الرملية اللي في الجهة الثانية اللي كانت في الأساس نفس هذه التربة. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي يجرب هذه التجربة قاعد أو حاول يجربها ممكن يشاركنا تجربته في قسم التعليقات، أو اللي عنده أي تعليق أو أي سؤال ممكن يتركه أيضا في قسم التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.